أكثر من 4 عقود مضت على ولادة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يقام سنوياً في تونس. المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية آزبو يعد من أكبر المهرجانات وأهمها على مستوى الوطن العربي، فهو يسلط الضوء على أعمال الفنانين والصحفيين السمعية والبصرية والتي تحمل صفة التميز والإبداع. تطورات كبيرة شهدتها نسخ المهرجان على مستوى التنظيم وحجم المشاركات ومضامينها. الدورة 22 من المهرجان جاءت خارج الحدود التونسية هذه المرة، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض لأول مرة ولمدة 4 أيام بحضور كبار الشخصيات الفنية على المستويين السينمائي والصحفي. مصطفى الغاغا على هذا التكريم من المهرجان. هذه النسخة حظيت بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى العديد من المؤسسات السمعية والمرئية العربية والدولية الناطقة باللغة العربية ووكالات الأنباء وشركات الإنتاج التلفزيونية. إن من أبرز فعاليات المهرجان مسابقة الإذاعة والتلفزيون التي شارك فيها 243 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً. قناة كربلاء الفضائية كانت من بين القنوات المشاركة، ودخلت المنافسة في المسابقة الموازية بثلاثة أعمال من تصنيف البرامج الحوارية والوثائقية والتقارير الإخبارية. وقد حصد الأخير المركز الأول ضمن هذا التصنيف عن عمل إخباري تناول قصة كفاح لشاب كربلائي فقد ساقيه ليجد نفسه يصارع من أجل البقاء. التبريك إن شاء الله يشمل جميع الأخوة الموجودين في المجموعة، وبالتحديد الأخوة في قسم الأخبار، باعتبار أنه المادة التي فازت هي نابعة من هذا القسم. نتحدث عن قناة كربلاء، كانت في كل عام تشارك بأعمال فنية سواء كان على مستوى الأفلام أو على مستوى البرامج الحوارية أو الوثائقية. كيف جاءت هذه المشاركة في هذه الدورة؟ تعرف أنه هذا الموضوع هو موضوع خاص ببرامج الإذاعة والتلفزيون، وبما أنه نحن متخصصين في الجانب التلفزيوني فيكون مشاركاتنا مقتصرة على الفئات التلفزيونية. طبعا هنالك عدة فئات لهذا المجال، قد تتجاوز 10 فئات، ولكن نحن اشتركنا في هذا العام بـ3 فئات، كان البرنامج الحواري وكان البرنامج الوثائقي وكان بالنسبة للإخبارية. طبعا كي يفهم المشاهد أنه المقصود بالتقارير الأخبارية هي ليست التقارير الأخبارية السياسية، وإنما التقارير الأخبارية العامة، واللي فاز التقرير اللي كان تابع للمجموعة اللي هو عن عمل أحد الأخوة ذوي الإعاقة في مجال صعب اللي هو الحدادة، وكان هنالك إبداع حقيقة من قبل الأخوة في مجال التقارير، في تصوير وفي إجراء التقرير وفي مونتاج العمل، الذي جعل ننافس كثير من المؤسسات الإعلامية المشاركة خصوصا في هذا المجال، واستطاع أن يحرز المرتبة الأولى. فيما يخص موضوع مشاركة القناة، فالقناة شاركت هذه للسنة السادسة. للعلم هذه ليست الجائزة الأولى التي نحصل عليها، هذه الجائزة الثانية. في عام 2019 أيضا حصلنا على جائزة كانت خاصة في البرامج الحوارية، كان جائزتين ولكن كانت الجائزة الثانية وليست الأولى. أما فيما يخص الجانب الفني، فطبعا قناة كربلاء مثل أي قناة دائما دؤوبة على أنه تقدم أفضل ما يكون، فلذلك هناك أكو فحص شديد للمواد المقدمة، إن سواء كانت على مستوى التلفزيون أو حتى المجال الصوتي أو المجال الصوري فيما يخص ذلك، وبمختلف التصنيفات إن كانت هناك برامج أو أفلام وثائقية، وكذلك أيضا بما يخص التقارير.
والدليل والشاهد على كلامي هو أنه حصلنا على الجائزة الأولى اللي هو التقرير أحمد الحداد، لأنه كان يتمتع بكواليتي عالي جدا في إنتاجه وفي عمله، وكذلك لرصد الحالة المهمة اللي كانت يتمتع بها هذا التقرير. وهذه من الأمور المهمة اللي احنا دائما نقول الفكرة هي أساس لكل عمل، هي أساس لبناء كل عمل، انطلاقا من تحريره إن كان كخبر أو كان إعداد إن كان كبرنامج. فلذلك هي الفكرة دائما تكون، إذا كانت الفكرة جيدة فأكيد النتائج راح تكون جيدة. كون أنه سياسة القناة وطبيعة القناة والبرامج اللي موجودة في القناة قد لا يكون هنالك مشابه لها على مستوى باقي القنوات العالمية وليس فقط العربية وليس فقط الإسلامية، ولذلك هنا من الصعوبة أن نجد جهة أخرى لكي نتنافس أو تتنافس معنا. ولكن بالرغم أنه هذه القناة محاطة بجميع هذه التحفظات وبهذه الامتيازات، ولكن استطاعت حقيقة أن تكون ند إلى كثير من القنوات، سواء كانت قنوات إخبارية ولا كانت قنوات منوعة أو كذلك القنوات الدينية، واستطاعت الحمد لله أن تصل إلى درجات. طبعا هذا كله بفضل الجمهور اللي يتابع القناة، ونحن لدينا في كل شهر تقرير مفصل عن أعداد المشاهدين على مستوى الدول وعلى مستوى المدن في العالم، وللي يطلع على هذا التقرير أعتقد سيجد أين تقع مجموعة قنوات كربلاء أو قناة كربلاء بالتحديد على مستوى العالم. كلمات أحمد الحداد نسجتها أنامل الزميل كرار الوزني ليتربع بها على عرش المهرجان بالجائزة الأولى، منافساً أكثر من 100 عمل صحفي تلفزيوني لكبريات القنوات العربية والدولية، جميعها خضعت لتقييم اللجان التحكيمية لضمان شفافية المنافسة بين الأعمال المشاركة. وأيضاً أحمد الحداد من إنتاج قناة كربلاء الفضائية العراق. هناك أيضا لجان تحكيم متخصصة في هذا المجال، ليست في مجال فقط التقارير الإخبارية، وإنما هناك عدة أصناف للجان التحكيم، هنا الخاص بالحواري والخاص بالوثائقي، فلذلك التقييم هناك يكون فوق معايير، وهذه المعايير طبعا المعايير تعتبر أساسية ومقدسة بالنسبة لهم، وإنه هناك يعني مثل ما نقول إحنا ماكو هناك مجاملات بالعمل هذا. هذه الجائزة وحصادها أو الحصول عليها طبعا هو بالبداية يعتمد على الكوادر الفنية المتميزة اللي في قناة كربلاء اللي تؤدي هذه المهام أو هذه في إنتاج هذه البرامج، إن كانت من مصورين ومقدمين ومعدين ومراسلين ومحررين، هذه كل هذه الجائزة هي كلها هذه تعتبر أنا أعتبرها بالخط الأول هي تسلم إلهم، لأنهم هم صحيح هم في البداية هم من قاموا بهذا العمل، هم من أجادوا في عمله، فلذلك حصلت هذه الجائزة وتم الحصول عليها. بالتقارير الإنسانية دائما بالمواضيع التي أعمل عليها في شعبة الأخبار وبالتحديد عملي كمراسل، اقتناء الموضوع أولا غاية بالأهمية، أقتني الموضوع الذي لربما هو يحتوي على ضربة إعلامية على فكرة إعلامية، ومن ثم أبدأ في وضع السيناريو الخاص لهذا التقرير ولهذا العمل لإخراجه بأجمل صورة. أركز دائما على المواضيع التي دائما هي في تماس مباشر مع المجتمع. أحمد الحداد بالبداية الفكرة كانت خلال مشاهدتي لصور هذه الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثت عليها بعد يومين من ملاحظتي ومتابعتي للمنشور الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن شاب كربلائي. بديت بالبحث والسيرش عن هذه الشخصية، وصلت إلى مكان عمله بالتحديد في منطقة المخيم، هذه المنطقة العريقة القديمة في مدينة كربلاء المقدسة. من وصلت له وبديت يعني أحضر بعض الأعمال يقوم بها، يعني أعمال صعبة غاية بالصعوبة. يمكن اليوم نشوف أشخاص هم في بنية جسمانية وكامل الصحة والقوة، يمكن يصعب علي أن يعمل بهذا العمل، لكن أحمد الحداد رغم الإعاقة اللي تعرض إلى في الطفولة قدر أن يدخل مضمار هذا العمل وهي مهنة الحدادة.
من هذا المكان تخرج الأعمال الإبداعية المتلفزة بمختلف تصنيفاتها الاجتماعية والثقافية والإنسانية. الزملاء هنا كل واحد منهم له لونه الخاص بكيفية التعامل مع الأحداث. ساهمنا بعد إنشاء قاعدة رصينة، قاعدة مهنية رصينة، ولا أتحدث عن نفسي شخصيا ولكن أتحدث عن فريق عمل متكامل بإشراف الإدارة العليا في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية متمثلة بالأستاذ السيد حيدر نوري جلوخان والسيد المعاون الفني. على هذا الفريق الذي قمنا ومنذ بداية تأسيسه على اختيار عناصر كفوءة، على تثبيت قواعد ودعائم رصينة متماثلة أو مشابهة الموجود في القنوات الإخبارية المتخصصة. كما تعلمون أن قناة كربلاء الفضائية ليست قناة إخبارية وإنما قناة دينية عقائدية، ولكن قسم الأخبار الموجود ضمن القناة وضمن المجموعة لديه عناصر ويتعامل مع الحدث ويتعامل مع التخصص بمهنية عالية. لذلك كان هذا الإنجاز الذي نعده بالفعل إنجاز كبير، على الرغم من أننا حصلنا على جوائز محلية عديدة، ولكن هذا الإنجاز يعني لنا الكثير الكثير، يعني أننا قمنا بقطف ثمار تلك الجهود وتلك السنوات الطويلة في مجال الأخبار. الفريق الإخباري الموجود فريق متكامل. سبق وأن قلت لك هناك معايير معينة يتم من خلالها اختيار المراسل، وليست أقصد معايير مهنية فقط، ولكن هناك معايير أخلاقية. فالموجودين ضمن الفريق أقولها وبدون أي مجاملة، فريق إخباري متكامل بكافة تفاصيله. إلى من يحسب هذا النجاح؟ يحسب للجميع، يحسب للإدارة العليا ويحسب للفريق الموجود. روح الفريق إذا ما كانت موجودة بأي عمل فلذلك هذا العمل راح يكون فاشل. العمل فريق واحد يعمل. اليوم الحصول على الجائزة هي ليست مقتصرة فقط على كرار، الجائزة لشعبة الأخبار بشكل عام، لأن هذا العمل عمل مهم وكبير جدا. احنا قبل عدة أشهر حصدنا جائزة على المستوى المحلي، جائزة الصحافة الكربلائية لتقرير إنساني لعده الزميل حيدر الجنابي، وهذه هي الجائزة الثانية خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. طبعا مثل ما تعرف أنه عملية المونتاج هي تعتبر المرحلة الأخيرة مراحل إعداد المادة التلفزيونية، سواء التقرير التلفزيوني أو البرامج أو أي مادة كانت. فإحنا دائما نحاول بهذه العملية أنه نظهر أكثر لقطات ملائمة للتقرير أو القصة اللي يدور حول التقرير أو المادة التلفزيونية حتى يظهر المشاهد بأفضل صورة ممكنة. فكمثال تقرير الشاب أحمد الحداد، حاولنا نظهر اللقطات اللي تبين كفاح هذا الشاب، اللي تبين تحديد الإعاقة، إصراره على العمل، اعتماده على نفسه. كل هاي اللقطات حاولنا نبينها للمشاهد بأفضل صورة. طبعا هو لازم أكو فد ترابط وفد تواصل دائم، يعني ما يقدر كل شخص بهذه السلسلة هي المراسل أو المحرر أو المونتير أو المصور، ما يقدر يشتغل بشكل منفصل عن الآخر. لازم أكو فد ترابط بيناتهم، المراسل يكون الفكرة، لازم ينطل المصور شنو هذه الفكرة اللي عنده وشنو اللي يحتاج بيها من لقطات، حتى المصور يقدر يأخذ الأشياء اللي يحتاجها ضرورية للمادة التلفزيونية. كذلك المونتير لما يوصل المرحلة الأخيرة يمه لازم يعرف أنه المراسل شنو يريد من عنده، والمصور شنو اللقطات اللي أخذها وليش أخذ هذه اللقطات وشلون يوظفها ويا كتابة المراسل حتى تظهر بأفضل طريقة وأوضح طريقة للمشاهد. النجاح لا يتحقق بهذه السهولة، ولم تكن هنالك إدارة حكيمة تعرف كيف تتعامل مع أصعب الظروف. إضافة إلى روح الفريق الواحد بين المراسلين والمحررين وفريق المونتاج الخبري الذي يبلغ المادة المصورة بشكل حرفي لتكون جاهزة في النشرة الإخبارية.